ودايما بطلات مصر يكتبن التاريخ بحروف من ذهب في كل الرياضات. معايا النهارده في الفقره الحواريه ثلاث بطلات من طبعا بطلات السلاح المصري، وطبعا المدير الفني الكابتن مؤمن مجدي. بنرحب الاول ببطلات وبالكابتن. نبدا منين الاول؟ نبدا بالكابتن مؤمن صح؟ مكسوفين ها؟ مكسوفين؟ لا هنا مفيش كسوف. احنا بطلات ويعني نبدا بكابتن مؤمن. ازيك ازاي حضرتك؟ مبروك النتائج الجميله اللي انتوا عملتوها في بطوله افريقيا. الله يبارك في حضرتك. حاجه تشرف يعني. الحمد لله. الله بطولتك عامله ازاي وقوه البطوله عامله ازاي؟ والله البطوله كان التنظيم فيها رائع والمنافسه كانت قويه بيننا وبين منتخب الجزائر. تمام. فالحمد لله البعثه المصريه قدرت ان هي تسيطر على البطوله الافريقيه. قدرنا الحمد لله نحصل على 41 ميداليه، 16 ذهب و10 فضه و15 برونز. وكان الفرق ما بيننا وما بين الجزائر 23 ميداليه من المجموع الميداليات. 16 ميداليه ذهب من 18. من 18 بالظبط. يعني كده في سيطره مصريه خالصه. مين اللي خد مننا الميداليتين دول يا كابتن؟ كان الجزائر. هي منافس قوي. منافس لينا قوي بصراحه. الحمد لله يعني ربنا وفقنا وده يدل على السيطره المصريه على قاره افريقيا وعلى الدول العربيه وعلى المستوى العالمي. الحمد لله يعني احنا عاملين انجازات اتحاد السلاح. طبعا احنا عايزين نتعرف البطلات بقى. معانا جانا ايهاب، لجين خالد، وملك حمزه. طيب اللي عايز يبدا يرفع ايده. مش هيرفع ايده صح؟ طيب لجين، زين عملت ايه في البطوله؟ الحمد لله في تحت 17 سنه كنت جبت مركز ثالث، وتحت 20 سنه فردي كان مركز اول. جميل. والفرق احنا جبنا المركز الاول. يعني انت عندك 17 سنه بتلعبي كمان تحت 20. ايوه. ميداليتين ما شاء الله. الحمد لله. طيب منافسه كانت عامله ازاي وكانت قوه المنافسه ازاي بالنسبه للدول طبعا الافريقيه عامه يعني؟ لا كانت في منافسه، بس هو اكبر منافسه كانت ما بيننا وبين منتخب الجزائر. تمام. ان هم كانوا يعني هياخدوا كذا واحده ذهب، بس الحمد لله يعني خدناهم منهم الفرق ومنهم ماتش الفاينل بتاعي، وكانوا جامدين يعني. يعني طب احنا بس احنا فارقين عنهم ب 23 ميداليه. ما هو مش كل الميداليات صح. احنا ما فيش الحمد لله، ما احنا في سلاح ما حدش بينافسنا صح. جنى ايه الاخبار؟ عملت ايه في البطوله؟ اي ماشي بعد عملت ايه؟ الحمد لله لعبت تحت 17. تمام. وجبت ذهب الحمد لله. يعني انت لعبت بس في المرحله السنيه بتاعتك وجبت ده. ليه ما لعبتيش تحت 20؟ ليه ما كنت تجرب يعني؟ ما لجين ما شاء الله جابت 2 في 17 و20. الحمد لله. انا كنت مركزه في المرحله بتاعتك. لا يعني احنا لينا عدد معين في المشاركه بس. ما انا عايز اسمع منها كده بالظبط يعني. فهي مكسوفه شويه. انا عايز اسمع منها كده. طيب المنافسه، اقوى منافس ليكي في البطوله كان مين؟ او اصعب ماتش كان في البطوله؟ يعني هي طبعا الجزائر ما كانوش سهلين. تمام. وطبعا قابلنا بعض. انت كسبت. احنا الفاينل في بطولة 17 سنة في لوي بنات كان مصري خالص، كان جانا ايهاب وملك حمزة. ما انا لسه كنت اكلمه في الموضوع ده. بالظبط. هو مش عايزين يتكلموا فيه بس هنروح لملك بقى. ان شاء الله. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. دلوقتي بص يعني كده جانا مكسوفة شوية ويعني وانت مكسوفة شوية، بس احنا بطلات الحمد لله. مفيش كسوف بقى. عملنا ايه في البطوله كده؟ وعايزك بقى تحكي لنا الماتش اللي كان بينك او الماتشين اللي كانوا بينك وبين لوجين، ايه اللي حصل؟ انا الحمد لله عملت مركز الثاني تحت 17 سنه والثالث في تحت 20. تمام. والذهب احنا كلنا كفرقه في الفرق. حلو. وفي تحت 17 قابلت لوجي. تمام. في دور اربعه وكسبتها. كويس ماشي. ما انا ماشي عادي. بس بعدين هي كسبتني في تحت 20 سنة. يعني انت لعبتوا مع بعض في تحت 17 وتحت 20. انت كسبتي. وفي تحت 20 هي لوجي كسب. طب يعني كده واحد واحد يا كابتن صح؟ بالظبط. احنا نعمل ماتش دلوقتي عشان ايه نطلع كده يبقى الفيصل بالظبط صح؟ الماتش التالت يبقى الفيصل ما بينكم. مين اللي هيكسب بقى كده؟ انا معرفش مين اللي هيكسب.
بتحبوا بعض جدا صح؟ لا احنا الحمد لله يعني روح الفريق عندنا كانت عاليه جدا، وده ظهر في الفرق ان الحمد لله مصر سيطرت على الست ايفنتات ذهب خالص مصري. طيب احنا بالنسبه للثلاث بطولات انتوا بتلعبوا شيش سلاح شيش فيولي فويل فويل بالفرنساوي فيولي على ما اعتقد فولوي صح؟ طيب دايما لما نشوف اي منافسه كده في المبارزه او في السلاح يقول لك ايه مش عارف مين عمل ميداليه في سلاح الشيش وبعدين لما تشوف ليه عامل في الاي بي عامل في حاجه ثانيه في الصبر تمام في الصبر او في الصح فاحنا عايزين نقول من الكابتن طبعا كابتن مؤمن موجود عايزين كده نوضح للسيد المشاهد ولينا يعني ايه صبر ويعني ايه شيش ويعني ايه اي بي. احنا السلاح ثلاث انواع تمام السلاح شيش وسلاح مبارزه وسيف مبارزه حلو كل سلاح بيختلف عن التاني في المكان الهدف بتاعه سلاح الفولوي مثلا في الجزء العلوي دوت والظهر من غير الذراعين سلاح الصبر الجزء العلوي كله بالذراعين والماسك السلاح الإبي بيبقى الجسم كله الجسم كله بالشوز من اول الشوز لحد الماسك فوق حلو قوي ده طبعا الفرق ما بين الثلاث اسلحه طيب ملك الشيش اسهل ولا الاي بي ولا الصبر هما كلهم طبعا يعني كل حاجه ليها صعوبتها طبعا تمام بس تقريبا بالنسبه لي انا اصعب حاجه الصبر عشان يعني محتاج فيتنس عالي جدا لان اللمسه بتكون باي حته في السيف بالظبط صح يعني ممكن مش بالنصل زي الاي بي ولا الشيش بتكون او بيسوي زي ما بيسموه السلاح العربي بالظبط صح لان سلاح المحاربين يعني فمحتاج فيتنس عالي جدا صح طيب الفيتنس بقى اللي هو العادي بتاع الشيش بيكون ازاي او بيكون الفيتنس بتاعه طبعا بتحتاج فيتنس قوي زي الاي بي وزي الصبر كمان اكتر حاجه بتركزوا عليها في الفيتنس بالنسبه للملك عايز اعرف الملك بالنسبه لي انا انا دلوقتي بشتغل على تقويات عضلاتي تمام عشان اكون عندي صحه اني اعرف اتحرك على البيست وطبعا السلاح محتاج فوت ورك عالي فمحتاج يعني عضلات طيب تمام يبقى لازم عضلات الرجلين بتبقى هي اهم حاجه عندنا هو الجسم كله يعني تمام. بس الرجلين طبعا اهم حاجه لان دي عشان المرشي والرمبي بالظبط بالظبط اللاعب يقدر انا لعيب سلاح قديم طبعا كلمتين عارفهم طيب انا عايزك بقى لوجاني تحكي لنا على الماتش الاول ما بينك وبين ملك هو انا بدا ازاي ومين اللي هسجل الاول وايه اللي حصل والموضوع كان عامل ازاي هو الماتش كان بدا في الاول لمسه بلمسه تمام. بعد كده فرقت انا شويه بعد كده هي جت علت شويه بعد كده بدنا لمسه بلمسه لحد ما هي كانت جابت ال 15 لمسه حلو قوي طيب في الثلاث تايمات الماتش الثاني الماتش الثاني كان اللي انت كسبت فيه بقى ايوه احكي لنا بقى يعني انبسطت شويه في الحكايه كان برده بدا اول لمستين لمسه بلمسه تمام. بعد كده انا فرقت بعد كده هي عوضت شويه حلوين بعد كده ماشيين لمسه بلمسه بعد كده انا جبت اخر 15 حلو قوي طيب دلوقتي انتوا الاثنين معلش يا كابتن بقى كابتن مؤمن لا اتفضل يعني انا هطلعك بره المشكله دي تمام اتفضل لوجين وملك لما انتوا الاثنين بتلعبوا مع بعض كابتن مؤمن فين؟ بيكون مع جنى او مع اي حد بيلعب مع حد تاني لا مصريين خلاص بقى يقول لهم كل واحد بدراعه بالظبط صح؟ بالظبط بقعد اتفرج بقى يعني لو في لعب تاني بقف طبعا لو فاينل مثلا زي في 17 سنه كان الفاينل مصري بقعد بقى اتفرج بس كده طب وجنى انت فين بقى ساعتها هما بيلعبوا مع بعض؟ كنت فين؟ هما انا بعد ما خلصت 17 وكان رجعت بقى مصر وهما كملوا 20 يعني انت خلصت المسابقه بتاعتك ورجعتي عرفت ان هما لعبوا مع بعض؟ بس هي حضرت اول ماتش في 17 سنه جانا كانت حاضره لما كانت لوجي وملك بيلعبوا كانت هي بتلعب ماتش تاني حلو. وبعد كده كسبت هي وملك كسبت في دور الاربعه فواجهوا بعض بقى في النهائي في الفاينل حلو قوي يعني انت ما شفتيش الماتش بتاعهم صح؟ لا انت كنت مع لوجين صح؟ بتشجع لوجين؟ لا لا خسرت طيب كابتن بطوله عايزين نتكلم كده يعني بوجه عام عن تنظيم بطوله في ليجوس وتنظيم البطولات اللي بتبقى في مصر بالنسبه للمبارزه يعني شايف ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق كده في تنظيم في شكل البطوله في الترتيب عامه بتاع يعني البطولات اللي بتبقى هناك والبطولات اللي بتبقى في مصر
هو بصراحة يعني التنظيم هناك كان مقبول أو جيد، بس طبعا فرق كبير ما بين مصر لما بتنظم بطولة أو دولة تانية بتنظم بطولة، بس هو التنظيم هناك كان كويس، وكان فيه اهتمام جدا من السفارة المصرية في نيجيريا كويس. من أول ما وصلنا المطار لحد ما مشينا، كان معانا مندوب من السفارة هناك. بس طبعا يعني هنا التنظيم بيبقى أكبر، واحنا بناخد بطولات اقوى، يعني زي بطوله كاس العالم احنا لسه كنا بننظم في نفس الوقت، كنا بنلعب بطوله افريقيه، كان في بطوله كاس عالم هنا، وكان التنظيم على مستوى عالي جدا، واخدين برضو ان شاء الله بطوله العالم للكبار في شهر 7 برضو مصر اللي هتنظمها، فده دليل برضو ان احنا الحمد لله يعني تنظيمنا اكتر من رائع يعني الحمد بيفرق عن لله. برضه طبعا الدول الافريقيه طبعا كتير. طبعا احنا ناخد بطوله عالم كبار في نعملها ننظمها في مصر. كان في طبعا السنه اللي فاتت كان في بطوله العالم للناشئين، بس كان في كاس عالم برضو كاس كبار. عالم. الحمد لله احنا الفتره دي بنستضيف بطولات دوليه كبيره كتير هنا في مصر. طيب سؤال بقى كابتن كده على المستوى التدريبي، تدريب الولاد اصعب ولا تدريب البنات اصعب؟ ما تخافش منهم بقى. والله لا يعني هو ده لي اسلوب وده اسلوب، بس طبعا الولاد بيبقى محتاج ان انا وانا شغال معاهم يبقى في باور اكتر بحكم ان هم اولاد، بس هو يعني الاثنين برضو انا بهدي النفوس بس صعبين. لا لا عايزين باور اكتر. شد حيلنا شويه. طب التعامل السيكولوجي بقى كابتن مع الولاد والبنات، ايه الاختلاف؟ البنات اصعب طبعا. ايوه ما انا عايز اعرف عايز اعرف عشان ايه بيبقى في مشاكل كده صح؟ البنات يعني بيبقى حساسين شويه، ويعني ما تقدرش تزعق قوي برضه، ما تقدرش تقرص. الولاد بيبقى الموضوع ابسط شويه، لكن البنات بيبقى الموضوع عايز يعني شويه دلع وشويه يعني امتى تبقى عارف تدلع، شد. امتى عارف تشد، امتى عارف ترخي. بس حلو قوي. طيب انا عايز اتكلم كده مع جانا شويه. جانا عايزك يعني ايه يعني انت في بيتك. ايوه ماشي. يعني اون تايم سبورتس وخصوصا ملاعب الابطال هو ده بيتنا بتاع الالعاب الاخرى. تمام. فانا عايزك كده تاخدي راحتك شويه دلوقتي. ايه اللي خلاكي تختاري لعبه السلاح او لعبه المبارزه من البدايه خالص؟ ولعبتي في سن كام تقريبا؟ انا لعبت تقريبا في سن 10 سنين. كويس. هو انا كنت بتمرن جمباز ايقاعي. حلو قوي. نيجي بقى من اول الجمباز. و يعني في نادي المعادي الجمباز والسلاح في نفس الصالة. حلو قوي. تمام. فأنا كنت طالعة من الجمباز. كويس. فالمدير الفني كابتن مدحت عاصم نداني و يعني قال لي لو عايزة أدخلها بكام. كويس. وأنا حبيتها يعني وبس، وبعدين دخلتها. سبتي بقى الجمباز وكملتي في السلاح؟ أنا كنت في الاتنين. كويس. و بعدين بقى سبت الجمباز وكملت في السريع. حلو قوي. هنا بقى عايز اتكلم في نقطه، الجمباز اكيد فادك في السلاح، في الفلكسبل، في المرونه مثلا. شويه صح. شوف في الطعنات مثلا، الطعنات اللي بتبقى بالرجل صح، اكيد فادك. ففي العاب بتخدم على العاب. لوجاين شكلك كده لعبتي حاجه قبل السلاح طبعا. ايه كنت لعبت سكواش قبل كده، بس يعني لعبت كذا رياضه قبل ما ادخل السلاح، بس تمام. ما كملتش فيهم كلهم. كويس. يعني لحد ما اصلا بابايا مدرب سلاح صبر، فهو خلاني اجرب العب سلاح، فده هو دخلني شيش وكان في نادي المعادي برضه، فبس من هنا بدات اجربها، حبيت اللعبه فلعبتها فكملت فيها. يعني انت لعبت سكواش قبل ما تلعبي سلاح صح؟ السكواش برضه فيه يعني عضلات عامله شبه السلاح بالظبط. طعن برضو نفس القصه صح؟ بس انا ما كملتش فيه كتير، فما ما احترفتش في السكواش خالص يعني. حلو. طيب الالعاب اللي انت لعبتيها او حاولت تلعبيها، ان في ناس كتير تقول ايه ابني مش عارف يلعب ايه، بيلعب شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، فانا اقول له سيبه. اكيد في لعبه في الاخر هي لعبة، وكل اللي بيعمله ده هتخدم على اللعبه اللي هيلعبها في الاخر وهيحبها وهيكمل فيها صح؟ اكيد الحاجات اللي انت لعبتيها خدمت عليها صح؟ المفروض صح؟ طيب الفيتنس بتاع السلاح مختلف عن اي لعبه تانية؟ اعتقد هو ممكن يكون شبه السكواش شويه، بس كويس. بس هو يعني عشان دي رياضه ودي رياضه، فاكيد ليها اهتمامات معينه في الجسم والنفس وحاجات معينه. طيب دخلت المنتخب امتى بقى؟
دخلت وانا تحت 13 سنه كويس. وبعد كده كان منتخب تحت 13، كان في 2018 تقريبا او 19. بعد كده المنتخب ده اتلغى. بعد كده الموسم اللي فات في 2020 كده ما رجعنا تاني نلعب بطولات، دخلت المنتخب تاني ولحد دلوقتي بقى مكمله. طيب جنى، دخلت المنتخب امتى؟ انا كنت في يعني في المعسكر بتاع السنه اللي فاتت بتاع المنتخب. كويس. عشان طولت العالم. تمام. وبعدين دخلت السنه دي. يعني حلو، يعني انت اول سنه تنضم للمنتخب السنه اللي فاتت. برافو عليك، وعملتي ذهب افريقيا. حلو قوي. يعني امال يا كابتن لو كانت انضمت من 5 سنين كانت هنطلع نجيب اول عالم ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنجهز دلوقتي بطوله العالم ان شاء الله. تمام، احنا بقى عايزين نتكلم عن التجهيزات لبطوله العالم اللي جايه ان شاء الله، لكن بعد فاصل قصير. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. رجعنا تاني مع بطلات افريقيا في السلاح، بطلات مصر طبعا وافريقيا في السلاح، وهنتكلم عن التجهيزات لبطوله العالم اللي جايه في الامارات ان شاء الله. كابتن ايه الاخبار بقى والتجهيز عامل ازاي؟ واكيد انتوا سمعتوا الانترو، ما كنا بنقول ايه؟ بلاش نقولها. احنا ان شاء الله بنستعد لمعسكر داخلي في المركز الاولمبي. تمام. وبعديه على طول طالعين معسكر خارجي ان شاء الله في ايطاليا، ومن ايطاليا ان شاء الله نطلع على الامارات ان شاء الله نشارك في بطوله العالم الناشئين باذن الله. تمام. طبعا ايطاليا من الدول طبعا اقوى الدول في لعبه السلاح، والنادي اللي احنا بنشارك فيه هناك من اقوى الانديه على مستوى العالم اللي احنا هنعمل المعسكر فيه ان شاء الله. يعني كويس قوي، حلو قوي. طيب عايز اسالك بطولات كده، التجهيز كان ازاي لبطوله افريقيا، وهنجهز ازاي وهنتعب ازاي ونشتغل على نفسنا عشان بطوله العالم؟ ايه الفرق طبعا ما بين الاثنين؟ ملك، هبدا بملك. هو بطوله افريقيا كنا عملنا معسكر تقريبا يعني اسبوع في المركز الاولمبي، وكنا بنتمرن صبح وبالليل. حلو قوي. وما بينها كان في برضو ريكفري للعضلات وكده، وان شاء الله يعني هناخد ان شاء الله الشهر ده هنتمرن زي ما الكابتن قال، هنعمل معسكر داخلي وخارجي، وطبعا هيبقى مجهود اكتر وهنلعب اكتر تقريبا. حلو قوي. طيب نروح بقى كده للطموحات الرياضيه قبل ما نروح للطموحات الدراسيه، يعني طموحك ايه في السلاح جنى؟ نفسك تبقي ايه؟ طيب لجين. كويس، طموح حلو. يعني انت قلتي السكوت علامه الرضا، الطموح كويس. نفسك ايه البطوله اللي انت نفسك تاخديها وتطلعي كده على منصه التتويج وعلم مصر يترفع، تسمعي كده السلام الوطني؟ إيه؟ ان شاء الله في بطوله العالم، يعني ان شاء الله اعمل حاجه. حلو. وان شاء الله اجيب اول يعني. طيب الالعاب الاولمبيه ايه؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله ادخلها يعني واعمل حاجه ان شاء الله. لا ما احنا مش عايزين نعمل حاجه، عايزين طموح عالي جدا. نشوف كده لجين، كده لجين ايه الاخبار؟ تمام. يعني طموحي دلوقتي كده ان عايزه اخش باريس 24. تمام. او عايزه اعمل فيها حاجه يعني، بحاول اجهز لها من دلوقتي. كويس. طيب علشان ندخل باريس 24، عشان ندخل اداره الالعاب الاولمبيه لازم يكون تصنيفنا ايه بقى؟ اروح للكابتن مؤمن. تصنيفنا لازم يكون ايه، او تصنيف اللاعب لازم يكون ايه عشان يتاهل للدوره الاولمبيه؟ والله يعني البطولة الأفريقية أهميتها في موضوع التصنيف ده لأن هي بتدي أعلى نقط بعد الأولمبياد. كويس. يعني دي بتبقى أعلى نقط في التصنيف البطولة الأفريقية؟ بالظبط. أكتر نقط بناخدها بعد الأولمبياد، فدي بتعلي التصنيف بتاعنا. كويس. مع الجراند بري طبعا، مع الجراند بري بس الأفريقية هي أعلى حاجة، عشان كده بتبقى بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن هي اللي بترفع الرانك بتاعنا الدولي يعني. حلو. واحنا عندنا في الرانك الدولي يعني بالنسبه لفرقه السينيور عندنا ابطالنا علاء ابو القاسم ومحمد حمزه في الاول 16 على مستوى العالم، وعندنا في الاي بي محمد السيد اول على مستوى العالم، وبطل برضه ادهم معتز في الصبر مصنف الاول على مستوى العالم. كان معايا ادهم من في حلقه من الحلقات.
يعني دايما ابطال السلاح دايما بيشرفوني في كل البطولات والله بصراحه. طب جنى عارفه تصنيفك دلوقتي ولا لسه ما بالنسبه للسن يعني في مصر ولا برا؟ مش العالم. لا مش عارفه. طب افريقيا طبعا دلوقتي اول صح؟ العالم لسه ما فيش تصنيف كابتن، لسه ما اتعملش، لسه ما اتعملش تصنيف، لسه ما اتعملش الابديت، الابديت بتاع التصنيف. طب حلو قوي. طيب لوجين التصنيف عامل ايه؟ هو تقريبا المفروض كده ال 14 تحت 20 سنه. حلو قوي، كويس كويس. طيب كلكم طبعا بتدرسوا ثانويه عامه؟ لا في جريد 9. طيب حلو، يعني لسه ما دخلتيش في الصعوبه يعني. طيب توقف، عايز حد كده يقول لي بيوفق ازاي ما بين الدراسه والتمرين، خصوصا انتوا في المنتخب بتلعبوا على مستوى عالي، وهل المدارس بتاعتكم بتساعدكم في موضوع الغياب وموضوع الشرح؟ اللي في نفسه حاجه يقولها. لوجين كده بصت في الارض فعندها حاجه صح. قولي قولي قولي. احنا ما دي مهمتنا، احنا نوصل صوتكم لكل يعني القيادات سواء التعليميه او الوزاره او اللجنه الاولمبيه، اللي انتم محتاجينه قولوه. تمام. المدرسه عامله معاكي ايه؟ طيب لا هم بياخدوا جوابات الغياب وسايبيني بغيب عادي، محدش بلغني حاجه يعني. كويس، يعني مفيش اي مشاكل. دي كان في ابطال كتير بيشتكوا من موضوع المدرسه والدراسه والجامعه مش بتوفر لهم ان هو يقدر يغيب عشان يتمرن. طيب هل الاتحاد ممكن بيكون عنده كونتاكت مع المدارس وال هو الحمد لله الاتحاد بيدي سبورت في اي حاجه يعني، ده اللي احنا عايزينه بقى بالظبط. يعني موفر الحمد لله في التمرين، موفر لنا الجهاز المعاون، جهاز طبي، المدربين الفتنس، جهاز اداري، اي حاجه اللعيب بيبقى محتاجها الاتحاد مشكور يعني تدخل على طول وبيحاول يوفرها. ملك دراستك ايه؟ ملك سرحانه، بص خدت اتخضت اول ما قلت لها ملك على طول. دراستك بتدرسي ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي في اخر سنه اي جي، والسنه الجايه هدخل اي بي. حلو، يعني من الصعب للاصعب الحمد لله. كويس. مع التمرين بقى بتوفقي الوقت ازاي؟ هو طبعا بيبقى يعني محتاج تركيز ومجهود، عشان انا برضو ساكنه في اكتوبر وتمرين في المركز الاولمبي في معادي، ف يعني مشوار تقريبا ساعه ونص، فبمشي من المدرسه بذاكر في العربيه وبعدين بوصل بتمرن برجع، وساعه بيبقى متاخر قوي. ما هو علشان تكوني بطله لازم تكوني مختلفه عن باقي الناس صح ولا لا؟ صح. وده اللي دايما بقوله، عشان تكون بطل وعشان تكون يعني على مستوى عالي في اي رياضه لازم تكون مختلف. مختلف ازاي؟ مختلف انك مش هتسهر، هتنام كويس، تاكل كويس، هتذاكر تحت ضغط، هيبقى عندك وقتك قليل جدا انك تقعد مع اصحابك، انك تخرج، ان انت تروح حفلات او تروح عيد ميلاد صح الموضوع ده؟ مين اللي بيعاني من الموضوع ده بقى دلوقتي؟ كلنا بنعاني صح؟ عايزه تخرجي النهارده مثلا وعندي مذاكره وعندي تمرين، عندي تمرينتين في اليوم. انا لما بيبقى يعني عندي مذاكره وعندي تمرين وكده فبقول لا مش هخرج، وهقعد اخلص اللي عليا يعني وكده. كويس حلو. وجاي انا بقالي فتره كبيره ما كنتش بخرج، عشان يعني دخلنا في بطولات كتير، وعشان برضو الترم الثاني بدا بقاله حبه، فلازم الحق اذاكر بقى اللي فات عشان في عندها معسكرات، ولازم اذاكر في المعسكر برضو عشان اعرف، عشان احنا خاطرنا هنخلص وهيكون الامتحانات قربت كمان. يعني لازم نضحي عشان نبقى ابطال صح يا كابتن؟ طبعا طبعا. صعوبه ال يعني متابعه البطلات اكيد بتلاقي فيها صعوبه شويه، ده تتابعهم في كل حاجه اكيد. طبعا طبعا. يعني المدرب ده، ما انا بقول المدرب الناجح لازم يكون اب. طبعا طبعا. يعني من ضمن من اكبر الصعوبات، بلاش اب اخ كبير عشان ما اكبركش يا كابتن مؤمن. يعني من اكبر مثلا الصعوبات اللي قابلتني في نيجيريا ملك، طبعا في الاكل لازم طبعا. يلا يا ملك كولي يلا. بس هم يعني الفرقه بتاعت السلاح الحمد لله يعني مش يعني حاجتهم بسيطة، يعني مثلا ملك تدلع في الأكل، ممكن جنى تسهر شوية عايز تنيمها بدري كده يعني. معانا خبر كده برضو، عشان ايه اللي بمناسبة احنا بنتكلم في الرياضة النسائية عامة. سبورتينج فاز على النادي الأهلي، طبعا سيدات سبورتينج فازوا على سيدات الأهلي
في نهائي كأس مصر 89-57 ويتوج سبورتينج بكأس مصر زي ما شايفين على الشاشة كده، وسيذهب كأس مصر للسيدات لكرة السلة عبر طريق مصر اسكندرية الصحراوي إلى الأسكندرية، وطبعا يعند مع الأهلي في النهائي ولا يصل للجزيرة. وكل يعني التمنيات بالتوفيق لكل الفرق المصرية بتحقيق البطولات، وبنبارك لفتيات سبورتينج على الكأس كأس مصر، وهارد لك لفتيات النادي الأهلي. هنرجع تاني كده ملك الأكل بقى كابتن، قال دلوقتي خدت منه حاجة الأكل، ايه الاخبار؟ الموضوع بجد والله، لان اصل هو هي كلها سلسله واحده صح، هي كلها سلسله واحده، حلقات في بعض بالظبط، اكل نوم الدراسه المينتاليتي السايكولوجيكال كلها حاجه واحده صح ولا لو نقص منها سلسله تحصل مشكله صح؟ طبعا. طيب طبعا. انا عايز لا انا عايزها تتكلم، ايه موضوع الدلع في الاكل ده؟ ما انا كان عندي برضو يعني في اول الموسم كان عندي مشكله ان انا يعني النوتريشن بتاعي ما كانش مظبوط، بس دلوقتي الحمد لله بروح دكتوره تغذيه تمام وماشيه على برنامج. وطبعا الاكل ده يعني انا للاسف اكتشفت ان الاكل مهم جدا، يعني اكتشفت متاخر والله. ماشي، احنا بناكل عشان نعيش. ايوه اكتشفت الاكل مهم جدا. لا يعني البروبر نوتريشن تنظيم، طبعا التنظيم الغذائي نفسه، يعني احنا اكتشفنا من زمان واحنا صغيرين الاكل مهم عشان نكبر وعشان نبقى كويسين. بتنظمي بقى الاكل مع التمرين ازاي يا جانا؟ وقولي لنا كده بقى ايه، في دلع في الاكل ولا منظمه اكل كويس؟ لا لا انا يعني باكل كويس وكده، وبشرب كوبايه لبن الصبح كويس طيب لو عايزه تاكلي كده ساندوتش برجر، ساندوتش اي حاجه فاست فود تاكليها؟ يعني بحدد لها وقت مثلا في الاسبوع او كده، عشان ما ينفعش كل يوم، يعني ما ينفعش كل ما اكون عايزه اروح واكله. ودي من التضحيات برضو، التضحيات في الاكل طبعا. انا بشكركم والله العظيم بجد على الانترفيو الجميل ده، ونتمنى يتكرر ان شاء الله ان شاء الله بعد بطوله العالم ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن مؤمن، شكرا لحضرتك على الحضور، وبشكرك يا جنى، وبشكرك يا لوجين، وملك طبعا بشكرك، وتاكل كويس. وفي النهايه اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.